وزير المالية من جانبه قال لبلومبرج، وده موجود على صفحات الشروق الجرحي لبلومبرج، الأسعار ستواصل الارتفاع حتى مارس المقبل. عمرو الجرحي وزير المالية قال أنه وضع السياسات الاقتصادية في مصر كانوا توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماضي، وأضاف أيضا أن الأمر لم يصل إلى ذروته فيما بعد، وبنتوقع أنه حدوث ذروة الارتفاع في الأسعار بيقول بنهاية الربع الأول من العام الحالي، يعني حتى شهر مارس المقبل ليهدأ بعدها. ونعلم أنه أيضا عدد من الأبحاث والتقارير اللي طلعت من أكثر من منظمة اقتصادية وتحديدا بعض البنوك أيضا العالمية تحدثت عن أنه ربما على وصولنا بشهر يونيو القادم الدولار هينزل أكثر ويمكن يصل إلى 16 جنيه أو أقل، دي بعض التقارير العالمية الاقتصادية المالية، وأنه ربما الأسعار من بعد مارس أو يونيو تبدأ أيضا في النزول والاستقرار.